الفيديو برعاية ستور جيمز تو ايجيبت. السلام عليكم. كالعادة من كل سنة ودايما في مارس بنسمع التسريبات والإشاعات عن جزء أساسنز كريد الجديد، فتم الكشف عن 3 تسريبات عن الجزء الجديد، كل جزء فيهم بحضارة مختلفة. وبالرغم اني بحب جدا السلسلة دي، ولكن للأسف فالهالا بالنسبة لي يعتبر هو أضعف جزء، فهو عبارة عن مط وتكرار وتحالفات ملهاش لازمة وتشابه كبير بينه وبين الجزئين القدام، بحيث انه مش بيحسس اللاعب بتجربة لعب جديدة. لذلك أتمنى الجزء الجديد يرجع لنا الابتكار والتجديد اللي كان موجود بين الجزء الثاني للثالث، ومن الثالث لبلاك فلاج ثم بلاك فلاج لينوتي. فالسلسلة القديمة دي مع كل جزء كنا بنشوف أساليب لعب مختلفة تماما وجديدة، إنما مع أوريجينز لفالهالا الأسلوب حرفيا يعتبر واحد، وهو عناصر RPG، ارفع الليفل، روح اعمل مهمات جانبية، حرية عالم مفتوح معدومة، نظام الاختيارات في فالهالا سطحي تماما. عامة تعالوا نتعرف على تسريبات الجزء الجديد، ونتمنى ان الجزء الجديد يعوضنا عن ضعف فالهالا، واتمنى تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا جرس التنبيهات. من خلال تسريب مصدره موقع فورتشن، فاسم اللعبة هيبقى Assassin's Creed Tournament، من المتوقع ينزل اما في 2021 او 2022. اللي شغال على المشروع هو فريق يوبي سوفت صوفيا، ولكن للعلم فريق التطوير بتاع صوفيا عاصمة بلغاريا، الفريق ده اصلا عمره ما اشتغل على مشروع بالحجم ده، وهو تخصصه فقط نقل العاب الشركة للأجهزة المنزلية. احداث اللعبة في اوروبا او في حقبة العصور الوسطى اثناء حرب المائة عام، وبتلعب بشخص عشان يبقى بطل في المسابقات، بتحارب ضد انجلترا والالمان، فهيكون في حلبات قتالية شبه اللي كانت موجودة في اوديسي، بالاضافة لغزو الحصون وسرقة مواردهم زي فالهالا. وطبعا كالعادة اللعبة هتقدم نظام الليفل ونظام ترقية الاسلحة وشجرة المهارات والقدرات. باختصار هتقدم عناصر RPG اللي كلنا كرهناها، بالاضافة لنقطة جديدة وهي صنع قدرات زي السحر او ادوية او الجرعات زي بتاع The Witcher 3، معرفش ازاي عموما. والبطل واضح انه هيكون من التيمبلرز. عامة احب اقول رأيي عن التسريبات دي وتوقعات الجزء الجديد. اولا واضح ان الجزء ده هيكون احداثه قريبة من احداث الجزء الثاني مع ايدزيو، لان حرب المائة عام احداثها بين 1337 و 1453، وكان في اسرار عن السلسلة بتتكلم على ان في الاحداث دي كان في بطلة اسمها جان دارك اخدت السولد اوف ايدن ووحدت جيش فرنسا ضد انجلترا. السولد اوف ايدن هو نفسه اللي اخده ارنو في يونيتي. وعموما كان في خبر قديم بيقول ان اجهزة الجيل الجديد هتسمح للمطورين انهم يتنقلوا بين كذا عصر وحضارة، بحيث ان ممكن يكون في كذا عصر اللاعب بيتنقل ما بينهم، مش فقط عصرين، عصر قديم وحديث. لكن ده متوقف على نقطة ان هل اللعبة هتنزل على اجهزة الجيل القديم، لان لو هتنزل على الجيلين فده هيمنع المطورين يعملوا اكتر من عصرين، فده ممكن يكون معناه ان احداث الجزء ده هتبقى في فرنسا وانجلترا والمانيا. طبعا تركيز يوبي سوفت على انها تقدم بيئات شبيهه بعالم ذا ويتشر 3، وتقدم كمان عناصر RPG اللي تشبعنا منها. يوبي سوفت شافوا ان مبيعات سلسله اساسنز كريد وهي لعبه RPG فالمبيعات اضعاف من الاجزاء الاسلوب القديم، فده خلى يوبي سوفت تستثمر اكتر بالسلسله وحولتها لاسلوب RPG. المشكله عامه ان عناصر RPG خلت الالعاب كلها تبقى شبه بعضها، اللي هو اعمل مهمات جانبيه، ارفع الليفل بتاعك، وادخل المنطقه الجديده. الاسلوب ده ممكن اتقبله من 5 سنين مثلا لانه كان جديد، انما دلوقتي صعب تتقبله لانك انت بالفعل لعبت نفس الاسلوب ده كذا مرة ولكن مع لعب مختلفة. فانا في الحقيقة مش عارف اتحمس للجزء الجديد من اساسنز ولا لا، فلو لعبة طلعت زي فالهالا فده هيكرر مأساتي معاها، لان ده ممكن يكون معناه ان الجزء الجديد هيكون بعيد نفس اللي انت عملته مع فالهالا. لكن الشيء الحلو هنا ان التسريب قال بان اللعبة هتركز بشكل اكبر على الحضارة الاولى، وهيكون في احداث متخصصة بين الحرب الحضارة الاولى والبشر، وده زي اللي شفناه في فيديو ذا تروث بتاع الجزء الثاني، وان اسلوب الاونلاين PvP هيرجع تاني، وده بصراحة شيء عظيم مع ثلاثية الجزء الثاني. في تسريب تاني وهو ان اللعبة احداثها في اليابان، وهنلعب بشخصية بنت اساسن، والجزء هيكون اسمه ووريورز، هينزل في 2022 على جهاز PC والجيل الجديد. اللعبة احداثها في طوكيو، واللعبة هتكون مستلهمة من الميثولوجي اليابانية، وهيكون في تركيز واضح على الفلكلور الياباني زي اليوكاي وأوني، ودول ممكن نقول انهم مخلوقات اسطورية عن الشيطان او الارواح الشريرة. اللي لعب نيو 2 هعتقد انه هيفهم قصدي. المهم باختصار هيكون في نوع من الفانتازيا مع جزء اليابان. فاعتقد ان استلهام السلسله من ذا ويتشر 3 وتحولها لعبه RPG فده هيسمح للمطورين انهم يتجهوا للفانتازيا اكتر.
اما التسريب الثالث والاخير وهو اعتقد انه قال احتماليه وهو احداثه في الهند وهيقدم مدينه الهند بالكامل مع مناطق من باكستان وفي خريطه بالفعل اتسربت لكن انا شخصيا ما اتوقعش ان يوبي سوفت تقدم جزء تاني من الهند وهم عملوا قبل كده جزء في الهند بتاع كرونيكلز اللي كان 2.5 دي فعامه دي كل التسريبات انا اعتقد ان الجزء بتاع حرب ال100 عام وجزء اليابان هم اقرب اجزاء ممكن تطلع صحيحه عامه يوبي سوفت مش من النوع اللي بيتاخروا في الاعلان عن الالعاب يعني ممكن خلال شهر 5 او 6 نلاقيهم اعلنوا رسمي عنها لان فالهالا تقريبا اعلن عنها في رمضان 2020 فكل سنه وانتم طيبين وعموما توقعوا ان احداث تبقى صحيحه يا ريت تشاركوني بده في الكومنتس وبشكل عام انا اتوقع ان الجزء بتاع حرب ال100 عام هو اللي هيكون صح لان التسريب ده قال حاجه مهمه عن العصر الحديث وبتاكد حقيقته فعلا فلذلك منعا للحرق انا هقولها في الاخر خالص بعد ختام الفيديو لو ما ختمتوش فالهالا يفضل تقفل الفيديو بعد ما تسمع الجمله اللي جايه بشكركم على المشاهده ويا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس واتمنى انكم تتابعوا صفحاتي على انستغرام وتويتر والفيسبوك كان معكم احمد السوري سي يو نيكست تايم. في حرق هنا لنهايه جزء فالهالا. في نهايه فالهالا شفنا ان ليلى حسن اتحبست في الجري مع ديزموند مايلز وانا عامل فيديو بيشرح قصه فالهالا ممكن تشوفوها لكن لما ليلى اتحبست فباسم خرج من الجري وطلع واخد الاستاف وعالجه تماما باسم اتحبس في الجري لفتره طويله لالاف السنين وهو خدع ليلى فباسم هو من سلاله لوكي لان لما راجناروك حصلت في اسجارد والعالم انهار فاودن نقل وعيه جوه ايفر ولوكي نقل وعيه جوه باسم ثم تير نقل وعيه جوه سيجارد فتسريب جزء حرب المئة عام قال ان احنا هنلعب بشخصية باسم في العصر الحديث وانا توقعت ده لما شرحت القصة بالمناسبة لكن ده عموما معناه ان تسريبات جزء بتاعت حرب المئة عام فهي صحيحة جدا لان التسريب قال معلومة واقعية فده معناه ان احتمال كبير ان الجزء الجاي هيكون احداثه في حرب المئة عام ولكن طبعا يفضل ان احنا ما نتحمسش او نفترض حاجات لان ممكن ده كله يبقى مش صحيح ونلاقي جزء مختلف خالص عن ده كله عموما قولوا لي ايه هي توقعاتكم وبشكركم مره تانية. Anyone ever expects to wake up one morning and find themselves caught in the middle of a war between two secret organizations? I know I didn't. But here I am. On one side are the Templars. I know you're there, Ezio! The Pope told me about you and your little group of assassins. They won't stop until every single one of us serves them. Literally. Fighting against them are the assassins. The liberation of Roma has begun. If you choose to flee, do so now. But if you choose to fight, stand with me against the Borgia. A group dedicated to safeguarding humanity's free will. Leyes, Ewakan Mortlak, Dokulum Munkin. The wisdom of our creed is revealed through these words. Our belief in humanity rests at the heart of the Assassin Brotherhood. You are the leader of the Assassins now. Unite them, Ezio Auditore, and take back Roma. Chains will not hold me! Think about all that you've been through in the last month. 74 days is a long time. What if I can't stop the visions? How long before I start painting symbols on the walls? I know it's difficult, but try to compartmentalize, Desmond. Focus on the present. I am with you till the end. Find me in the darkness. Insieme per la vittoria! I will not die by the hand of man! 1419, 1420, 1421. What if they aren't dates? What's happening? I can't move. Let me go! Stay your blade from the flesh of an innocent. Hide in plain sight. Never compromise the Brotherhood. These are the tenets of our creed. May they guide you in life and in death.